يا ويلو النبي خاف الله يا ويلو. شوفي سيدي شوفي. يا ويلو النبي خاف الله يا ويلو. يا لطيف الطف يا رب. يا لطيف الطف يا رب. يا لطيف الطف يا رب. صار لك 4 شهور انت وجوزك مثل الاخوات. مظبوط. مظبوط سيدي مظبوط. انت تعبانه من هالشي. مظبوط. ايه والله يا سيدي تعبان. مظبوط. كان لازم اشوفك من زمان. شغلتك منفسعين. سلط عليكي. يا لطيف يا لطيف الطف يا رب. هو وينك بنتي؟ إذا إجا ليرجعك لا ترجعي له. إيه شو شايفتيني جنيت لحتى أرجع له؟ وأنا هلا رح خبر أخوكي محمود إذا إجا لعنده شلون يزله. وينك؟ والله يطعمه والله يطعمه يجي لعنا لهون. إيه لا تخافي أمي لا تخافي ما حيجي لعندك. بيعرف موقفك منه تماما. إيه والله لأكسر له رجله وحملها على رقبته بتشوفي. أنا فايتة ضب أوعي جوا. يا وحاملتي له كمان أوعي؟ روحي كبيهم بالشارع. هاتي أنا بكبهم بالشارع. لك أمي خلص شبكي أدي. الله يصطفل فيك يا سعيد يا حق. أنا ما بيطلع بيدي ساعتك. شغلتك كبيرة كتير. يعني لا تواخذني سيدي. يعني أنت ما بتحسن عليهم؟ بحسن. شلون ما بحسن؟ بس ما بحب أشتغل حالي مثل حالتك. شوفي حدا غيري. طيب ليش سيدي؟ ليش؟ لأنه ما بدي اضطر أحكي بشغلات لا بحب أحكي فيها ولا بحب أسمعها. مع أنه للضرورة أحكام. وانت قلت سيدي للضرورة أحكام؟ والله مو هاين علي فيك يا بنتي. بس لا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هذا كلام كتير صعب صعب اسمعه. سيدي الله يخليك. أنا ما لي حدا غيرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي إذا حدا سمع من الناس إني عم بحكي معك بهيك مواضيع رح يطالعوني عن ديني. رح يحكوا عني طالع نازل. فشر بنص عينهم. مين حد بيسترجع يحكي عليك كلمة واحدة؟ بعدين سيدي ما حدا عم يسمعنا. مو هيك؟ حدا عم يسمعنا بالمرة؟ مظبوط ما حدا. بس انتو نسوان بتحكوا لبعضكم. لا لا أنتي. أنا بسترجي طالع كلمة؟ مستحيل. استغفر الله العظيم مستحيل طالع كلمة وحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكيد يا بنتي أكيد. يا لك أكيد سيدي. أمري يا الله. رح أحط ثقتي فيك. والله ما رح تندم يا سيدي صدقني ما رح تندم. أصلا أنت بتعرفي إذا أذيتيني رح تنأذي. أنا عندي خدام. بعرف سيدي بعرف بعرف. قربي مني يا أمينة قربي.
مشان ما حد يسمعنا برا. صحيح ما قلتي لي شفتوا لهذا السيد منير يلي كنت عم تدور عليه؟ لا والله ما شفته، شغلت بشي مهم. اوعك تقلي انا اللي شغلتك. ليش هيك فكرتي؟